أتمنى أن يكون كل شيء جيد. فنبدأ بسم الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، أتمنى أن تكونوا بألف خير، رمضان مبارك. اليوم في فيديو جديد سوف أقوم بالذهاب لمكان هنا ومكان هناك، وسوف أقوم بالتدريب باركور وفري رورينج. ابقوا مع الفيديو، بيس. حسناً، هذا هو المكان الذي سوف أتدرب فيه. يوجد به العديد من الضجيج. Let's go. كما ترون أصدقائي، استضفت في الطريق صديق منير، هو قام باصطحابي بدراجته النارية إلى هنا. تبارك الله عليك أخي محمد، ما عندي ما نسأل. تبارك الله عليك، ما عندي ما نسأل أخي محمد. الله يحفظك. كما ترون أنا في قنطرة واد أبي رقرق، ويوجد حسان ورائي إن رأيتموه. هذا هو حسان. نعم، سمعة حسان هناك، ويوجد برج، أكبر برج في إفريقيا، وما زالوا يقومون ببنائه، سوف أقوم بتصويره، وهو برج محمد السادس. إنه القطار يمر كما ترون. هذا هو برج محمد السادس، إنه قيد البناء، أتمنى أن أصعد له يوما ما، الكل إن شاء الله. هذا هو أكبر برج في إفريقيا إن شاء الله. لا زالوا يقومون ببنائه، يوجد 27 متر، ولا أعرف كم في النهاية سوف يصلنا من الأمطار. حسنا، صاحب الدراجة النارية، هذا هو صاحب الدراجة النارية. حسنا، سوف نركب الآن. هيا وبنا، ليتس جو. تحية خاصة للجمهور ديالنا. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن يعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.